يقول لك باحثون نيوزيلنديون 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 سوى رتويت الكلامي و... اي يقول لك يبتكرون جهاز يربط فكي الإنسان لمنعه من تناول الطعام، ويعد الجهاز الأول من نوعه في العالم، يتضمن تركيب مغناطيسي وبراقي عند الأضرس السفلية والعلوية، ويسمح بفتح الفم بمقدار مليمترين فقط، ويرقم الشخص على اتباع أنظمة غذائية يختصر عليها السوائل فقط. يعني حبيب شوف والله يا أبو رزيقة أنا كنك سامن شوي، ها؟ كنك سامن شوي، وأنا بما أن يعني تخصصي صحي فوش رايك طال عمرك اسوي لك واحد من هذول؟ ترى اعرف ابي حبي احنا نقول خبر بس معليش شغل اي معليش نسوي نطبق يعني تصير شيء حصري احنا مسوينه هنا اي معليش شيء حصري بس خمس دقائق ابن الحلال شفت صح ما تناسبنا ناس وزني زايد اي زايد ما شاء الله زين وين بتبدا فوق ولا تحت عشان الفاك عندي شوي ضارب شوي لا ببدا بهن كلهم مع بعض عشان بتلصق الدنيا كلها اي زين بس انا هذا خبر حبي خبر ما ينفع يعني لا ما ينفع خلي بعدين انا كني تحمست بس ايه حسيت انك انت تحتاج المساعده ايه شفت يعني شفت حسيت انا انا اقول لك علي ايش رايك فكره ان صحيح الناس اللي الحين السمنه عندهم مفرطه وزايده وكلش ايش رايك فكرتهم هذه انا اذكرها ترى دي قديمه كانت انا لو ما تحمست للفكره انا لو ما تحمست للفكره كان ما قمت وجيت بطبقها فكرة رائعة جدا الصراحة ومبهرة يعني تخيل ما تقدر تفتح فمك إلا 2 ملي باللي الله تدخل الشفاط تشرب فيه شوربة تشرب فيه موية ولا زين شو رايك بدل ما تحط براقي ودنيا وعفسة وما سحاب زي الثوب سهل عشان لا تتكلم ولا تاكل مرة واحدة سد ثمك مرة واحدة لا بس صحيح ما لك شيء تدري لو نحط ولا نحط لك طقطاق هذه زي هذا اللي ايه هنا زي هذا الطقطاق هو يقصد هذا هذا هو يقصد هذا الذي يحتوي على نحط لك ثلاث حبات واحد اثنتين ثلاث سكر فمك خلاص ما تاكل سهل ولا حطك بوتكس بوتكس صمغ هذا ابو جني صمغ بوتكس حبيبي كانك فارش زلف على طول وسكر طيب عليهم. المشكله اذا خلصت من الرجيم وشلون ترجع لحياتك الطبيعيه يشوفون لك اي محل ولا اي منتدى منزل يجيبون لك على مقاس وجهك ويركبون لك خلاص وش يركبون يقول لك اللي حطيت فيه الصمغ يركبون لك خلاص وش يركبون فهم يعني صدامات يعني صدام شلون يتكلم بالصدام الله يصلحك يعني انت اللي يعني هذا الدراسات تقول كذا يا ابو رزيق الله يصلحك انت ما عندك سالفه يلا بني اجل يلا